بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي متابعي قناة ابن الوحى، أهلا بكم وفيديو جديد واختراع جديد. النهاردة هنعمل اختراع بسيط بعلبتين الكنز. إن شاء الله كده هنعمل سبرتاية صغيرة. أول حاجة هنجيب علبة الكنز دي، هنعلمها بالقلم. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، ادينا علمناها في الجزئية دي، هنقصها. هنعلم التانية. تمام كده. هنيجي في الأول هنخرم الجزئية دي خرام صغيرة. يا رب تكون الصورة واضحة. خرمناها زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ نقصها. احنا عايزين الجزئية دي. هنسويها زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل التانية بنفس الطريقة كده، هنقصها بنفس الطريقة دي. نسويها كده مكان ما احنا معلمين. هنحاول ندخل دي جوه دي، ندخل دي جوه دي. هنيجي كده هنتنيها كده، هنتنيها بالمقص كده عشان ترضى تخش جوه الجزء اللي احنا قطعناه من الإزازة الأولانية. هتبقى بنفس الطريقة كده. طيب هنيجي بقى اللي هنحتاجه، ان احنا هنجيب، احنا بعد ما قصيناها بالشكل ده يا جماعة هنبدأ نيجي دلوقتي نحط لها قطن هنا، حتة قطن كده. تمام كده. هنجيب لها شوية سبرتو، احنا كان موجود معانا شوية سبرتو اهو. تمام، هنزود لها السبرتو.
زودنا لها السبرتو زي ما حضراتكم شايفين. هنيجي هنركب الجزء اللي احنا خرمناه هنا من فوق بالراحة كده. احنا بعد ما تنيناه احنا تنيناه على اساس ان هو ايه تدخل جوه العلبة. هنركها رقة بسيطة وهنبدأ كده نجيب علبة الكبريت. هي بتاخد وقت. رجناها خلينا السبرتو كده حاول كده ايه يخرج لفوق. احنا معانا قهوة ادي كنكت القهوة ومعانا البن اهو. هنجيب شوية بن هنحطهم في الكنكة بتاعت القهوة. خلاص كده هنحط لها ميه. زي ما حضراتكم شايفين النار ولعت ازاي. هنحط كنكة القهوة هنا على السبرتاية الصغيرة اللي احنا عملناها. طبعا احنا قصينا الجزء ده من علبة كنز تاني اكبر على اساس ان احنا ازاي نهطف النار بعد ما اشيل كنكة القهوة. بس احنا طبعا هي لسه دلوقتي القهوة مغليتش، هي مش هتاخد وقت معانا. ويا ريت يا جماعة اللي أول مرة يشوفنا يعمل لايك وشير وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا منا كل جديد. نقرب الكاميرا فوق الكنكة. طبعا هي مش هتبقى واضحة بس يعني هي احنا هنشوفها دلوقتي في المج الصغير ده. ابتدت تقلب اهي. زي ما حضراتكم شايفين الوش هي كده تعتبر خلاص كده. هنقلبها هنا اهو. اهو يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين احنا قصينا الجزء ده عشان نطفي بيه النار. هي كده خلاص كده طفت. في نهاية الحلقة احب اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.